تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، فشمل بحضوره صباح اليوم حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته بدورتها السابعة، وذلك على مسرح قصر بيان. وقد شهد الحفلة معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني. واستهل الحفل بالسلام الوطني. وتلاوة آيات من الذكر الحكيم. بعدها ألقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمة قال فيها: أيها الحفل الكريم، انقضت 6 دورات وتلكم السابعة من هذه الجائزة، وهي تزداد تألقا وبهاء وزيادة في إقبال المشاركين عليها من فئات مختلفة وجنسيات متعددة، حتى شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين لهذه المسابقة وتنافسا قويا في الحفظ والإتقان، فصار اسم الكويت يتردد في آفاق الأرض وعنان السماء كدولة راعية للقرآن، معتنية بأهله، مكبرة من شأن ما يحتويه من قيم أخلاقية رائدة ومشتركات إنسانية فاضلة وتشريعات حكيمة رائدة، وذلكم هو هدف المسابقة في بث روح التسابق في الخيرات على ثرى هذه البلاد المباركة، حرسها الله وزادها أمنا وأمانا واطمئنانا ورخاء. ثم ألقى رئيس لجنة التحكيم كلمة قال فيها: يا آل الصباح، العدل غايتكم والتواضع عادتكم والوفاء شيمتكم والحكمة بغيتكم والكرم سجيتكم، وستبقى كويتنا بحول الله ثم بكم وعزائم رجالها وولاء أهلها آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة. ونحمد الله على ما أولى وأعطى وأسدى، فالفتن من حولنا تموج، ولكن كويتنا في غياض الأمن راتعة، لا يحاربها إلا محروب ولا يضادها إلا مغلوب. بعدها تفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بتكريم لجان التحكيم وتقديم الجوائز على الفائزين والجهات الفائزة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته. ثم قام سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بتكريم الشخصية القرآنية والجهة القرآنية، كما تم تقديم هدية تذكارية لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بهذه المناسبة. وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.